bari wol ngaten den dero wato banda feren feren ngata maqalato me yalon ko wala mutalibu wala maqalati memu الشيخ علي يحيى ديبا نينكو علي يحيى ديبا اتلمو طالبوتي ميالونكو الحمد لله اداره كو يا سوتيل نينام باك ساكورا فان كابيرنا امامو بلتا ميالونكو امو كارندير لالتي جان على فمو دول بيجي ميالونكو علي ونيول نين طالبول كتا كو مراجا نيوفي woto idara ay alu lado ko suute bakene ninan sango ay menke anata makala kende parendi kurka idara ta kajan sa yo bare alu la makala la biya o manyan na mo kawala serun ko alu ko to mala lota jam ay makala bi kana fo ninan na anyo man di folo mem bi unwan lillahi daruka ya mudirana ngara mel ba be ta hafla to serun ko e hakilo be o kan woto bi falam be jikirin alu ye pour ayna ay usman na rekodo nyin ajin wata alu marhaban bika ala al minasat alu bismillah a kuinalan kolu nsan pare bake kuinalan kolu nsan pare ba usman fa bidan ha ani ani rahim alhamdulillahi alladhi khalaqa kull shay'in wa qaddarahu taqdira wa ja'ala li kulli bidayatin nihaya wa jama'a wa farraqa وبيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير ثم الصلاة والسلام على أفصح الأرض أفصح من نطق بالضاد محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا مشايخنا الكرام وزملائي الطلبة أيها الأخ الكريم فإن مما قيل فيما مضى من الزمان هو أن يد الحق تصدع رداء الشك فها نحن اليوم في اختتام مرحلتنا العلمية الأولى التي طالما انتظرنا يومه في شوق وحماسة وحتى تأتينا في بعض الأحيان تساؤلات هل يدركنا هذا اليوم ونحن على قيد الحياة أو في طلب العلم أم لا ولكن الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أيها الأخ الكريم فإن أيها الأخ الكريم فإن مما يصعب علي جدا مغادرة هذه المنصة وأنا على أتب التوديع لهذا المعهد العريق دون توجيهه الثناء إلى تلكم الجهابذة الكوادر الذين هم كالبدر للأباد حين يغشاهم الليل بديباجه الدامس الذين نوروا لنا الطريق وأمسكوا بأيدينا إلى حيث النجاة والنجاة وعلمونا ماهية الحياة والحرية منذ الطفولة إلى أن شببنا فجزاهم عنا خير الجزاء أيها الأخ الكريم فجزاهم عنا خير الجزاء أيها الأخ الكريم فقد قيل عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين للمقارن يقتدي فهؤلاء الجلاس هم الأصدقاء والزملاء الأوفياء الذين لم تكدر ودادهم الصافي صروف الليالي والأيام والشهور وهم الفخر للأمة الإسلامية فلا يستبدلون بغيرهم مهما كانت الأحوال لأنهم من خيرة هذه الأمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وهم على هذا المنهاج وكذلك على طريق إلى الجنة من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإلى هنا نقول للذي أراد أن يكون مثل هؤلاء الزملاء دعي التشاغل والأوهام واقتربي دون التقاؤس يا صاهي ولا شغبي وشم بروق العلا ما دمت مرتغبا في الخير واشتد سرور الجد في الطلب في غرب كيان هناك المدن مسكنه بقرية حصنها كالبدر والشنب بها الجهابذ شادوا للورى وبنوا قصر المآرف بالتوحيد مثقب بها يعيش الفتى والدين مفخره وهمه فوق ذاك النجم والشهب بها تغنت رياض العلم وانهمرت للطالبين العلا هم أفضل النخب ومن إلى وهم أفضل النخب
بها افتخاري كذا الزملاء قاطبة ومن إلى الخير يدعو من أولي العدب فالله يحرسها من كيد حاسدها ما الخير يفرح والحقار في اللهب وفي الختام أسأل الله أن يديم للمعهد ازدهاره وللمشايخ والزملاء الصحة والعافية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله بارك الله فيك علي علي وبارك معك على هذه المقالة ميالونكو إكا ألوندا من أولم يحيى سماتتي باري أتوم من أولم يحيى سامبو مينداتي بام فالي من فولمكو على كربو دين ولا مرزا فالا كرفال دين ولا ماتي ولا بنا مقالة بيلا إن شاء الله تعالى معروف بموزدون الحمد لله الذي جعل لكل بداية نهاية وهو الذي شرع وأحكم ما شرع وأعز من شاء بفضله ورفعه وأضل من شاء بعدله وخذله وهو المستحق للحمد والثناء وأثني بالصلاة على محمد طب القلوب ودوائها وآله الغر وأصحابه الأخيار يا من بحثت عن العطور جميلها ليكون عطرك في الأنام نسيما هل لي بأن أهديك عطرا فاخرا وهو الدواء إذا غدوت سقيما وهو قول رب العالمين وهو قول رب الخلق في قرآنه صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد فأحييكم أيها الحفل الكريم ما شاء الله بتحية مسكية ذاتية عسلية مرفرفة ومعلقة في السماء إن السلام بوشهر أو أبا كبر كذا ثبادي نهاو ومبتدا خبري فقل هلوهاي وننادف ذالدا عتر تحية قد أتت بعدا عن الشرر جمتم فأدي سلامات لمن سبقوا صمن دابدي قلت ما باللفظ من ضرري سعادة مدير المعهد شيخ الهاج سودة كيبا سيسي وما أدراك من هو فأفعاله تنبيك عنه سعادة نائب المدير شيخ كيبا محمد منتي وهو مرشدنا يا مرشد الطلاب يا بدر الدجا أسد الفلاح وفي الحما تتأثر ضيفنا الشريف فضلاء الدكاتير حضورنا الكرام زملائي الطلبة المتخرجين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمتخرج إني بهذا المعهد هل من جواب إخوتي لم أفهم أنا لم أعد أفهم فراق أحبتي أو معهدي من ذا به أتبسم لا يعرف الحب إلا كل من عشق وليس كل من قال إني عاشق صدقا لا مرحبا بغد ولا أهلا به إن كان تفريق أحبتي في غد أبكي إذا فارقتكم يوما فكيف إذا كان الفراق طويل قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هل هناك شيء أشد من الموت فقال نعم فراق الأحبة أشد من الموت إنه ليصعب علينا أن نبتعد هذا المعهد ولكن قضى الله وما شاء فعل
لم أرى معهدا بين المعاهد مثله. كم طالب أخرجته بشهادة ثانوية متفنن ومتمكن. كم سنة أحييت بعد إماتة وضلالة أخمدت بعد توكل. فلقد فرحت بأن أقول لمعهدي حصنا رفيعا مده لا لم يقعد. صلى الإله على البشير محمد، صلى الرؤوف على النبي الأجود. وفي الختام أشكر الله الذي جعلني طالبا في هذا المعهد العريق، وأخصص الشكر والتقدير والاحترام لمدير المعهد ومعاونيه من الإداريين وأعضاء هيئة التدريس، وأقول لهم جميعا مودعا إن قلت شكرا فشكري لن يوفيكم، حقا سعيتم فكان السعي مشكورا. ما شاء الله. أخوكم في الله يحيى. ما شاء الله، بارك الله فيك يا يحيى. يحيى بارك الله فيك، مقالة ديات باك باك يحيى بركة. موليا كتباك بمول فنان بيتنتو. بالتالي أكون أدرى بيتا مقالة من تساين ولا مطالبة مسؤول بي من مبيرة نياتون كوتي بيتا ولا مقالة. باشير فوق بارين أقولي. جاري لبنا مقالة دي لجاري عبد الله باجو باشير فوق بارين المدير فنان بارين الدكتور بارين كوني مولى. جاي جاري سنانا مقالة دي أتلا مطالبة مسؤول نياتون كوتي. أسنا على كلمة لا بعدي على ما هذا سرنا على إن شاء الله جاري إن سكرة من الصلاة إذن الله تعالى. نعم. ما بعنا الله بعنا الله بدكار. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كان حلما لا نظن دنوه لكن فضل الله كان عظيما. يا واهة العلم اليوم طابت غراسك وقطوفك نضجت فهلق قبيل. ومن معهدنا نحتف يا هنا كل من فيه أو إليه قلبه يميل. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبتوفيقه يسر لنا أمرنا، وبفضله نقف الآن أمامكم خريجون. وأسقى صلوات الله وتسليماته الزاكيات على المبعوث رحمة للعالمين نبي الرحمة وإمام الهدى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أحيي جمعكم الطيب بمختلف مقاماتكم الرفيعة تهية مباركة من عند الله. أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد، ففي هذا اليوم الباسم الجميل وعلى هذه المنصة التاريخية يزداد فرحتي وسعادتي بالتخرج، وفي الوقت نفسه حزن شديد يتدفق في قلبي فأسمع صوت مؤذن يؤذن لوقت فراق مشيرا أن الوداع قد هان. فهاج داخلي حزنا وألما بفراق معهدي وأحبتي، وكلما حاولت كسم هذا الحزن يأبى إلا أن يفضحني. فما سال الأريق صرح علم منيف كنا فيه أرى السرور الأخوة المتقابلين. ففراق معهدي حزن أبدي، وفراق زملائي وزميلاتي موت بعينه لا يطاق. فمن يخفف علي هذا الحمل الثقيل، وفراق أساتذتي مرض لا دواء له. حان الوضاء ففاضت بالأسى المقل، واقتم قلبي فليس البين يحتمل. فالضيف من بعدان بالخير أغرقنا، ينوي الرحيل وفي توديعنا أجل. وفي هذا اليوم الذي نحصل فيه ثمرة الأعوان من العمل والجد والتعب، وننتقل فيه إلى مرحلة جديدة في حياتنا، في يوم سنودع فيه صرحنا التعليمي الذي حضننا لسنوات وسنوات عديدة
إنه لمن دواعي فخري واعتزازي أن أقف اليوم أمامكم ألقي هذه الكلمة أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي وزميلاتي الخريجين. أحمل بين يدي شعورا كتبة وكلمات ستقال دموع وضحكات، إنها وقفة الختام. مرت سنون بالوصال وبالهناي، فكأنها ولقصرها أيام، 12 عاما بدأناها من دموع التهرب وننهيها الآن ونحن لا نرغب بالنهايات. منذ بدأنا بنطق كلماتنا الأولى حتى انتهينا بارتداء قبعة التخرج، اليوم نقف على مشارف حسادنا الذي زرعناه بأيدي نامعة اجتهدت به أرواحنا. كنا وما زلنا متشبثين بأمل أن الله لا يضيع لنا جهدا. لم تكن الرحلة هينة ولا الطريق محفوفا بالتسهيلات، ولكننا وبحمد الله تعالى فعلناها. هذه ليست النهاية بل بداية رحلة جديدة نقف فيها بأعين تتطلع إلى المستقبل، عاملين أن نكون فيها خير أمة أخرجت للناس. الحمد لله الذي مهد الطريق حتى وصلنا لنعطي كل ذي فضل حقه من الشكر والمحبة والفرح. شكرا شيوخنا الكرام، ونخص بالشكر مديرنا الغالي الشيخ الحاج سوتي كيباسيسي. شكرا على الدعم المتواصل والحرص الدائم لتمكيننا نحن الطلبة من تحقيق طموحاتنا وأحلامنا. معهد الغالي، لقد شرفنا بك معهدا لو تراءى لبدر السماء. بدأ منه أهلا تخرجنا فيها للمعالي، وكنا للمعالي أهلا. فشكرا معهدي، فشكرا لأساتذتي أصحاب الفضل الدائم الرسائل بالوفاء. أصحاب الفضل الدائم الرسائل رسائل الوفاء الصادقة كانت بوصلتنا إلى طريق النجاة. معلمين الأفاضل، أديتم الأمانة وما أعظمها من أمانة. شكرا لرفاق الدرب والأحبة لمن أصبحوا جزءا من الروح. إلى من هونوا علينا صعوبة الأيام بضحكاتهم ومرههم، إلى رفاق الخطوة الأولى والخطوة ما قبل الأخيرة، في معهدنا اجتمعنا وتلاقينا وهناك بدأت بكم الذكريات الأجمل والأنقى. نعم، تشاركنا المقاعد والصفوف والصاهات، وتشابكت بعد كل عام الدراسي أرواحنا، فمضينا معا نحمل الكثير من الآمان والآمال. ختاما لا يسعنا إلا أن نشكر كل من ساهم وكان عونا وسندا لنا في رحلتنا. حمدا لله الذي هيأ البدء ويسر الطريق وطيب المنتهى، حمدا لله على التمام وحسن الختام. ما شاء الله، بارك الله فيك جاري. أبارك باقي كمول نينا باقي للي عروب يجيدا السنة أدخنا نينا موالا مقالة لبقتي على هذه المنصة المدرسية. ما بقي إلا أن تطوروا أنفسكم في الجامعات وفي الكليات. بعد أن ننفر لجم مقالة كلنا تبدا ما يعلمكو مبيبه ولا باتوكا تكامن في ختامه مسكوت نيالي ناتلية جنبي أما قالت تمام ربا أكل فانا متالي بولو بيلا نيالونكو مولا فانا ما ديكو أبو أكار بنيامن أفانا مبيولي نيالا كندي أنين كاتوتو أي من كجام الحمد لله كرموتو بيلا يالا حنين آياتران تولمن دكاران روجان كتارن كنا بل ما شاء الله أليو كيتلا دو كولو السنة آتر حنين حفلة واتو يعني كالونكو مولا مجالونكو ما شاء الله أليا حكيلو نورا لفنا أصوبيا لفنا وطن بألو كمان بنا أهلا ما قال لبا مجي ما يالونكو نوو برجيت مباشرة ما كلمة مدير سطلة ضيف شرفو كلمة سطلة ما جبا عزول دي ما جنجم جنين سماع بن كراجا وطو أليو كيتا عمسولي أليو إجلالا له على بعد تاليبون لأنه يعني رئيس الطلبة أقلب تاليبون لا الفاتي نينا أقلب فنجلا أيدو كوردي دول أليو tablo ferentin e ferent keda keda kun nan kon ha kun ba kon don fare na isha ne so ba kon ba jero ko bi na kon don fare alhamdulillah rabbil alamin naam jurusan
الذي جعل المعهد الإسلامي بكنباكيا مأوى لكل ظامئ ومنارة للعلم والمعرفة، ومكن له مدرسين أكفاء يعلمون النبلاء والفضلاء وحتى ذوي الاحتياجات الخاصة، فكونوا طلابا أقوياء حتى ذاعت صيتهم في الآفاق، فأصبح شجرة تؤتي أكلها كل سنة منذ أن غرست، وهيأ لتلك الشجرة أناسا نشطاء فساقوا الشجرة حتى بلت وارتوت، فنحن واحد من تلكم الثمار التي تجنى كل حين، وعليها نحييكم سلاما آمنين من رب غفور، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، عليك السلام ورحمة الله وبركاته. سعادة مدير المعهد الشيخ باسول كيبا سيسي، ضيفنا الشرف السيد الأمين جاني، وكذلك رئيس جامعة الإحسان الدكتور بابا سنكون سيسي، أحد الثمار اليانعة الذي سجدت له مفردات اللغة العربية، ففاق زعبان فصاحة وبلاغة حتى أعجب به العرب والعجم. ما شاء الله، ما شاء الله يا علي، صبرا يا علي صبرا. سعادة عميد كلية الشريعة والقانون بالجامعة نفسها الدكتور عثمان سيسي، الممثل البرلماني السيد محمد الأمين سيسي، رئيس رابطة خريج هذا المعهد إمام القرية وعمدتها، ممثلي الجمعيات، أيها الحفل الكريم، ماذا أقول وقد جف حبر قلمي وأبى شيطان أفكاري أن يوحى إلي لكي أكتب كلمة شكر وعرفان وتبجيل وتكريم وتحفيز لهؤلاء الكوكبة المنيرة المتلألئين في السماء، إنهم أساتذة المعهد الإسلامي بكنباكيا. أشكرهم فقط، لو جف قلمك وأبى شيطان أفكارك أن يوحى، أشكرهم فقط. إنهم مشايخ باثرون عرفوا الدين وطبقوه، وعرفوا الدنيا فنالوا من صحيحها، وعرفوا الآخرة فحثوا التلاميذ عليها. وإنا نقول بعين دامعة وقلوب مكتئبة على فراقكم، الحمد لله تير البيب وسيلة مهدو وفدنا يسن باد تير الله فاروق يا فلك ومهدو دمك المسدي بربي أكويت أما ولا يتم بكم بولا. أيها الحفل الكريم، إنني أقف اليوم وأنا أحمل مشاعر الفخر والاعتزاز بأني أنتمي إلى هذا المعهد المعطاء الذي تعلمت فيه خلال سنوات عديدة، واستطعت أن أحقق تفوقا باهرا في حياتي العلمية. واليوم نحتفل بهذا اليوم المثالي في مسيرتنا العلمية، يوم جمع بين الضدين على فرسي رهان لا ندري أيهما يسبق صاحبه. أنفرح بهذا الإنجاز الباهر أم نبكي بفراق أحبتنا الخلص وفراق جدران هذا المعهد وزيه؟ الله الله الله. إخوتي الطلبة، إننا نحتفل اليوم بجني ثمار تعبنا وجهدنا، وأحب أن أهنئ نفسي وزملائي وزميلاتي بهذه اللحظة التي لطالما انتظرناها طويلة، وها هي قد جاءت، وهي تحمل معها البهجة والسرور والأمل والأسعادة فإن هذا اليوم لن يعود في حياتنا. وفي نهاية كلمتي أتمنى لجميع الأصدقاء والزملاء التوفيق والنجاح في حياتنا المستقبلية،
فاليوم نغلق صفحة ونفتح صفحة جديدة نسطرها بخطوط من نور وآلام. ما زلنا نسعى جاهدين لتحقيقها، ونرجو من الله تعالى أن يحفظنا ويبارك في أعمالنا وأن يجعلنا صالحين مباركين أينما حطنا أقدامنا، وكما نسأله التوفيق من أجل تطوير أنفسنا ومجتمعنا. وأتمنى أن يظل معهدي فخرا واعتزازا لكل أبنائه وكل من له أدنى حب الله. وفي الختام أستسمحكم جميعا وأمد إليكم يد العفو والمسامحة لما قد يصدر مني بعض التقصير أثناء أداء مهمتي كرئيس للطلبة. وشكرا لكم يا إدارة معهدنا على الثقة بي، والله 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 إن نفسي تبكي على فراق أطيافكم، والله إن نفسي تبكي على فراق أطيافكم. وأتمنى أن ترجع تلكم الأيام الجميلة التي قضيناها في عرصات هذا المعهد. فشكرا ثم شكرا ثم شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله علي أبارك باكر علي الحليف الخير علي كير ولا نرجع كير ولا فرنتجا إلى نما قال لما يا لو كيابيته مقدمة من ديالا ما شاء الله مقدمة قيمة